أهلا مشاهدينا، من جديد نواصل صباح الشروق. دي كاميرا قناة الشروق اللي جالت وصالت في كثير من مناطق السودان عشان تنقل حياة المواطن السوداني بمختلف المسميات والأشكال يعني. فمن همومنا برضو كمان في صباح الشروق إنه نطرق كثير جدا من الأبواب والقضايا المهمة في المجتمع. هذه المرة في ختام فقراتنا في صباح الشروق مشاهدينا حنتحدث عن اتحاد المكفوفين بولاية وسط دارفور، التحديات اللي بتواجههم، كثير من المنجزات الممكن تكون هي بادرة أمل ونفج أمل لاتحادات أخرى ولائية ما وصل الدعم أو حتى هم ما متحركين على مستوى القواعد بتاعتهم. نحن سعداء جدا صباحا إنه نرحب بالأستاذ النزير السليك جبريل أمين، عام اتحاد المكفوفين بولاية وسط دارفور. حبابك وصباح الخير ومنورنا في صباح الشروق. والله يا حبابك ألف يا أخي أستاذ حمزة، متعك الله بالصحة والعافية، ونقول ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. التحية لقناة الشروق إداريا ومهندسين ومعدين وفنيين ومخرجين ومصورين، الله يزيك. لكم من التحية والتجلي والتقدير، وأنا والله سعيد غاية السعادة إنه أنا أكون في داخل استوديوهات قناتي المفضلة جدا قناة الشروق اللي أنا بتابعها جدا، بالأخص الأخبار وبعض البرامج القيمة جدا أنتو، الله يزيك. يعني وحييكم، يعني ما شاء الله القناة عندها كوادر، يعني الناس ما شاء الله مؤهلين يجيدون البرامج، يعني الواحد بيتخليه يعني ترغم انه يتابع قناه الشروق. الله يكرمك وده كرم منك، ونحن مبسوطين بانه دائما اشادتك على عيننا وعلى راسنا. بالمقابل احنا بنشيد بكل ادواركم انتم بتقدموها في الاتحاد، يعني جهد عظيم في مجالات مختلفه نحن ذكرناه وشفناه وشاهدناه يعني. فاول حاجه لمحه نتكلم عن تاسيس الاتحاد ده، وانه قدر كيف هو بادره امل لاتحادات اخرى ما فيها النشاط الكبير اللي في وسط دارفور، نتكلم عنه شويه. الاتحاد ده هي اتحاد المكفوفين بولايه وسط دارفور، يعني انشئ حديثا بعد ما انشطار ولايه غرب دارفور يعني الى وسط دارفور. الولايه اتقسمت على اثنين، فلا بد ان نكون اتحاد، وكوننا اتحاد في عام 2012 شهر 3، والحمد لله يعني سندونا اخواننا في ولايه شمال دارفور وجنوب دارفور و غرب دارفور بالتحديد، برضو اخواننا ناس صادق ابراهيم سليمان وناس عيسى زكريا احمد سالم، المجموعه دي سندونا وورونا الخطط والخطوات المفروض ان احنا نمشي عليها. فالحمد لله قمنا زي ما بيقولوا باقدامنا، يعني نشأنا كده باسناننا ومشينا، يعني الحمد لله كونا الاتحاد وعملنا دورات تدريبيه عن النظام الاساسي حقنا، وقعدنا مع الجهات المختصه واعتمدونا في مفوضيه العمل الطوي الانساني بالولايه هناك، ثم رفعنا تقريرنا للمكتب القومي اعتمدنا هنا وانطلقنا على قدم وساق. اول مشينا اول لقاء لنا كان بعد الانطلاق بعد تاسيسنا، عملنا دوره في ولايه شمال دارفور. طيب استاذ النزير انا اسف لمقاطعتك، حنجي للدورات دي كجزء من منجزاتكم يعني. نعم. اصعب حاجه في البدايه انه تاسس لاتحاد ويضم برضه يعني كثير من ابنائكم يعني هناك. نعم. في مرحله التاسيس ما في اي صعوبات في مرحله التاسيس؟ قدر كيف برضه الاهالي ساعدوكم في التاسيس؟ اهل المنطقه اهالي الولايه. ايوه ايوه والله شوف، والله ده سؤال جميل جدا. اول حاجه علينا معاناه مريره جدا، انه نادر مفتكرين انه ديل المكفوفين ما حيقدروا يعملوا اي حاجه وما حيقدروا يقوموا بادائهم وما حيقدروا وما كده، يعني حتى المسؤولين يعني السياسيين من قلب ما بيقولوا يا اخي انتم مع ناس مكفوفين ما حتقدروا تشتغلوا الشغل. فقلنا يا جماعه كده انتوا، احنا طلبنا منكم ده او فلان ابو، اذا احنا فشلنا فيه بعد ذاك انتوا مخيرين تقولوا الكلام ده. فاندهشوا غايه الاندهاش، احنا بعد ما بدينا وبدينا نعمل خطاباتنا وبنعمل الخطط بتاعتنا وبنرفع لهم، فبيسالون انتوا شغل ده؟ قلت لهم يا جماعه احنا اتحاد المكفوفين ده بيربط من الجنين الى بورسودان، فعندنا تبادل خبرات وعندنا الحاجات دي. فزي ما قالوا مره ليس كما سمع، مجرد ما رأوا بعينهم فبدوا يتعاملوا معنا الرويدة في ناس متوجسين شويه، لكن احنا كمان مصرين الحاجه اللي بدينا فيها نثبت فيها وجودنا ونقنعهم بها. فبفضل الله عز وجل الناس اقتنعت الحمد لله، وبدينا يعني الحمد لله زي ما قلت لك، يعني مع اخواننا رصفائنا في الولايات بقينا معاهم واحد، وأقمنا عدة برامج إن شاء الله حنتحدث عنها إن شاء الله. في هذا إن شاء الله عشان نأخذ بس بشكل سريع ونقدر نغطي كل جوانبكم. نعم. برضو يعني إحنا عايزين نزيل النظرة السالبة بخصوص إنه الشخص الكفيف وهو ما منجز، يعني بيفهم إنه بيأطره دائما في وظائف معينة أو كده، هو قادر. نعم. يعني زي أي شخص هو بيرى وبيسمع يعني. نعم. فبرضو الأسر دورة شنو في انه ابنائهم يكونوا معاكم كاعضاء في الاتحاد؟ يعني وجدتوا استجابه سريعه بخصوص برامجكم اللي قدمتوها انه الاسر برضه اندرجت معاكم؟
هو شوف هسه زي برنامجكم ده بيثبت لنا برضه حاجات كثيره. زمان الناس الواحد بيتخوف بيقول لك يا اخي ده ما حيقدروا هنا ولدي ممكن يمشي يتعوق او بيتي كده. فقدرنا يعني هسه احنا اشتغلنا شغل مع الاسر ومع المجتمع عموما، وده كان عبر الاعلام عبر اذاعه زالينجي هناك وعبر اذاعه في ام دارفور وعده اذاعات كان اشتغلنا فيها شغل. فده خلاه نغني عن الناس، خلانا انه الناس تقتنع ببرامجنا والناس جو خرجناهم مشينا. انا يعني مثلا بعرف في حي الاستاد في حي الثوره في عده ناس مكفوفين ورونا بيدهم بنسجل زياره لاسرهم وبنحاول نقنعهم بطريقه منطقيه انه يا جماعه الكفيف ده عنده حقوق بيقدر بيتعلم وبيقدر يعني هسه احنا بنستخدم التليفون الذكي ده عادي وبنطبع بالكمبيوتر وبنعمل اي حاجه بنصمم شنط احذيه دي كل الحاجات دي بالدورات التدريبيه بتبقى. فما واحدين ما بصدقوا نقول لهم تعالوا زورونا في الاتحاد هناك بيجوا بشوفوا بيختاروا يا جماعه عملتوا كيف نقول عينك ما اغنعتك انت شوف انت يا هو ده شغل قدامك ايوه ده شغل قدامك انت بتشوفه. فبرضه والله شفت ان احنا وقفتهم الشو ده يعني من بعد الله عز وجل وقفوا عنا اخواننا ديوان الزكاه مولانا احمد ابراهيم عبد الله مقدم ربنا يوفقه ويسدد خطاه. حقيقه هذا الرجل قبل معنا بلاء حسنا وبرضه السيد والي ولايه وسط دارفور سعد ادم بابكر اول والي في ولايه يعني ولايه وسط دارفور منذ تاسيسه يجي يتجاوب مع الاشخاص ذوي الاعاقه بفئاتهم الثلاثه الوالي سعد ادم بابكر. حقيقه اللي كان يعني رجل نموذج حقيقه بيستمع اليك وبلبي لنا طلباتنا يعني احنا سعد ده ما قادرين نقدم ونحن بنحييه صباحا اي والله نحييه يا اخي ونقول شكرا للاداره اللي مديتونا بالوالي سعد لانه سعد لما تجيب له برنامج بيسالك اسئله 1 2 3 4 خلاص اعرف البرنامج ده عنده هدف وعنده نهايه طوالي بيستجيب وبيدعم وده اللي بنتمناه انه الناس كلها تدعم. طيب استاذ النذير عشان برضه نغطي كثير من المحاور ونقدر نبرزها للمشاهد ويتعرف عليها، تشبيكم كيف مع الاتحادات في الولايات؟ انه دي نواه طيبه انه يكون في اتحاد في وسط دارفور عشان برضه يكون في تبادل بتاع خبرات اللي انت ذكرته في بدايه نعم كلامك. نعم. فانتوا بتعملوا شنو هسه مع الاتحادات الولائيه؟ أول حاجة عندنا جروب اسمه اتحاد المكفين القومي السوداني، ده فيه كل برامجنا بنعكسها، عندنا برنامج جروب ثاني اسمه كفيف السودان. عندنا برامج ملتقيات، يعني عملنا ملتقى في شرق دارفور جمع كل المكفوفين بالسودان، قيادات المكفوفين، عملناه في النيل الأبيض، عملناه في جنوب دارفور، الآن نحن بصدد الملتقى في ولاية نهر النيل، يعني نحن بكرة بإذن الله متحركين ماشيين إلى ولاية نهر النيل لإقام ملتقى للمكفوفين وإنعقاد اللجنة المركزية. الكلام ده بالتنسيق مع الاتحاد القومي وترابطنا ونحن كلنا لحمة واحدة يعني زي ما قلت لك. هتعملوا شنو في نهر النيل يعني في الملتقيات دائما بتناقشوا شنو؟ ايوه اوراق علمية ومنناقش فيها برامجنا الثقافية والاجتماعية والمشاكل مثلا في ولاية وسط دارفور بنعاني من شنو؟ من عمل برنامج ذات مناصرة. المناصرة دي بنكون مثلا فريق بيجي لبرامج توعية عن القوانين والتشريعات وبرامج ثقافية نبرز فيها ابداعات المكفوفين ولقاءات مع المسؤولين طواف اداري ومقدم ذات اوراق علميه للجهاز زي صيله مثلا ناس الرعايه والمراه والاسره والطفل والحاجات دي بنعمل برامج زي ده. فاحنا سنين بنعمل يعني احنا شهر 10 المضى ده عملنا ملتقى لولايه دارفور الخمسه بمشاركه اخواننا في المركز القومي لتاهيل المكفوفين في ولايه وسط دارفور في زالنجي. وده كان دعمنا فوقه السيد الوالي سعد، عملنا فوقه ورشه تدريبيه عن المصنوعات الجلديه والاحذيه والقدامات بتاعت الخرس والحاجات دي والدلايات وكده. فزي ما قلت لك الناس كانوا مندهشين سرعان ما شاهدوا الشيء ده في وسائل التواصل الاجتماعي. زارونا في كليه تنميه المجتمع وحتى الوالي ذاته كتر خيره جه قعد معنا زي ساعه وحتى امين الزكاه جانا ومدير عام الماليه جونا كلهم يعني بقعدوا بيشوفوا بعيونهم بيستغربوا كانه الناس دي بخيطوا الشغل ده كيف. فقلنا لهم يا جماعه ربنا قال بل الانسان على نفسه بصيره وربنا يعني ما خلق حاجه وظلمها، ان الله لا يظلم الناس شيئا. فنحن ربنا شال البصر حقنا لكن كمان ادانا مواهب انتم ما تقدروا تعملوا فيها. صحيح صحيح. فالحمد لله بنعمل تتم الصالحات منطلقين والحمد لله يعني الاعضاء بتاعتنا يفوق ال 4000 ما شاء الله طبعا و376 بمحليات وسط دارفور التسعه. فنحن زرنا برضه ربنا وفقنا زرنا محليه ام دخن، محليه مقجر، بندسي، وادي صالح، محليه ازوم، محليه نرتدي، فقط تبقت لنا محليه وسط جبل مره اللي هي جولو روكر رو. باذن الله في القريب العاجل بعد نرجع من نهر النيل تمشي نهر الخرطوم حنمشي نزور المحليتين دي بكون اكتملت اللوحه بتاعت المحليات التسعه وبكون اخذنا كل الاحتياجات بتاعتهم. حنجي نعملها في خطط وتصورات ونرفعها للجهات المختصه ان شاء الله
نزلل لهم كل الصعاب. ده كلام ممتاز جدا استاذ النذير. نحن نتكلم في 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 الظروف المعيشه هسه في مشكله بضايقه بتاعت معيشه يعني، وما نحن ما ننتظر الدعم يجي من جهات حكوميه او جهات مدنيه عشان تقدم الدعم. فانتوا كيف في الاتحاد دوركم شنو في انه تكون الاسر دائما منتجه، هي تعمل عشان تنتج اكثر، بتوفروا لهم شنو بالتحديد؟ ده والله سؤال جميل انا احييك عليه، وده ان دل انه ما شاء الله لكفاءتك لاداره الحوار. انا نحن يعني عندنا خطط بيقول لها اخراج الكفيف من دائره الفقر الى دائره الانتاج، وده احنا بدينا فوق جادين بسند وعضد من امانه ديوان الزكاه و والي وسط دارفور. فقط احنا بالمناسبه ولايه وسط دارفور في عده منظمات، لكن ما في منظمه قاعده تدعمنا، فقط بتدعمنا الجهات الحكوميه. بنعمل دورات تدريبيه للشباب على حسب احتياجاتهم وافكارهم والمواهب بتاعتهم بننميها لهم. في الاحذيه خلاص ده بننميه في الاحذيه، ينتج احذيه. انا الان يعني زي ما قلت لك دربت اكثر من 25 كفيف في الاحذيه والشنط والقدامات، ده خلاص يكون منتج ويودي السوق. عندنا مثلا الناس الكبار بنعلمهم في نزجة السراير الأسرة مثلا من الأغط مع الورش، يعني أي دول صمم سرير ينسج له كفيف. ده عندنا ده للناس الكبار. للأمهات الكبار بندربهم مثلا في البروش، في البراتيل، الطباقة، المعات اليدوية دي، أي الأعمال اليدوية دي. من يعني أنا ما عندي، أنا يعني في خططي ما داير كفيف يكون مستوي، وانا عملت وجهت انا المباحث اي كفيف لقيته مستوي امسكوه جيبوا لي في الاتحاد. بنعمل له دراسه عبر المباحثين الباحثين الاجتماعيين ونضمه في الاتحاد، نشوف الزول ده اسرته وين، من قلنا هل اسرته مقتدره ولا ما مقتدره. كل الحاجات دي بنعملها بنشوفه محتاج لشنو عشان ننمي له ونخليه يندمج في المجتمع بدل ما يكون مستدير. والله الشيء اللي انا عاجبني فيك استاذ النذير، انت يعني انت بتعاملهم هم كابنائك، وده هم انت أيوة. عشتوا فما عايزوا يعيشوا اجيال. احنا زماننا خلص للاسف استاذ النذير، ووعدي مننا انه برامجكم القادمه نحن حنكون معاكم ان شاء الله، وكل منجز انتم بتقدموه حبابكم عشر والشروق ان شاء الله معاكم دائما. وبرنامج صباح الشروق معاكم. كلمه اخيره طيب. كلمه اخيره انا اناشد اي مشاهد الان بيشاهدنا، نحن في حوجه ماسه جدا لتشييد دار المكوفين، عنه ده نعمل فيها مركز لتدريب وتاهيل المكوفين. احنا الان قاعدين 11 امانه قاعدين في غرفه واحده، فهذا دور أوغ لنا العمل كثيرا. فنحن دارين الخيرين يعني يجون في وسط دارفور يتبنوا لنا تشييد الدار، فبعدك يشوفوا ان شاء الله نحن اذا ثاني اذا الدار دي شيدت اذا في اي فشل ثاني انا بتحمله، انا النذير السليك امين عام اتحاد المكوفين دي مسؤوليتي. فدار بس الناس يجوا معانا ان شاء الله، الحكومه تجوا معانا يشيدوا لنا الدار، يعني بيبقى لنا اتحاد ومركز وتدريب للمكوفين ان شاء الله يكون يعني. المشروع اللي انتم بتحلموا به ويصل ان شاء الله باذن الله، والخير فينا ما بقينا على وجه البسيطه دي دعوه ومناشدة لتقديم الدعم. ونحن نتكلم عن جهد مجتمعي لازم انه نكفي كل احتياجاتنا في الولايات عشان ما نضغط على المركز بكثير من المشاريع. مقدرين جدا استاذ النذير السليك جبريل امين عام اتحاد المكفوفين بولايه وسط دارفور، شكرا جزيلا. الله يبارك فيك يا استاذ، كثر خيرك. شكرا.